السلام عليكم، مرحبا بكم أيها المتابعين الأوفياء في هذا المقطع الجديد الذي يتعلق بمكون تركيب نائب الفاعل. في الحصة الماضية كنا درنا الدرس ديال المبني، الفعل المبني للمجهول أو الماضي المبني للمجهول. اليوم عندنا نائب الفاعل. أولا ألاحظ وأكتشف، مطلوب مني أقرأ النص مع التركيز على جمله الفعلية. اكتشاف حداء، لاحظ المدرب سرعة خالد في العدو، هذه الجملة فعلية. فأشار عليه، أشار عليه بأن ينضم إلى نادي العدو الريفي، هذه جملة أخرى فعلية. نعم، بالجمعية الرياضية سجل خالد في لائحة الصغر، هذه جملة فعلية. وضحت الملابس الرياضية تحت تصرفه، نعم أيضا. وبعد تداريب شاقة أدرج اسمه في لائحة المسابقة المحلية بمدينته، هذه جملة أيضا فعلية. شارك مشاركة الأبطال، جملة فعلية أيضا. وزين صدره بميدالية ذهبية. الآن مطلوب مني أقرأ الجمل الجدولين وأكملهما كما في المثالين مع شكل أواخر الكلمات بلون مغاير. نعم، إذن هنايا في البداية عندنا سجل الأستاذ خالدا، الفعل ديالنا هو سجل، الفاعل من قام بهذا الفعل هو الأستاذ. نعم، على من وقع الفعل؟ وقع على خالد، خالدا، نعم واضح. ثم بالنسبة للفعل الثاني، وضع العداء الملابس، إذن ما هو الفعل؟ الفعل هو وضع. طلبوا مني أنني أشكل آخر بلون مغاير، إذن وضع، نعم العداء، نعم العداء، أو نعم الملابس، نعم الملابس، هذا مفعول به. ثم الجملة أخرى الدرجة، نعم المدرب، نعم نعم المدرب، نعم هذا نشكلها لهم أحوال تهية. الاسم ال إي، نعم الاسم مفعول به. ثم في الجدول الثاني عندنا سجل خالد، نعم الفاعل ديالو هنا قالوا لنا محذوف، هنا وضعت، وضع، نعم الحركة الأخيرة ديالو، نعم. ثم هنايا هنا محذوف، ثم هنا أدرج، نعم أدرج الاسم، نعم عفوا هذا محذوف، الفاعل ما كاينش محذوف وليس الاسم، الاسم هذا نائب الفاعل. ثم هنا مطلوب مني نحدد، أتعاون مع أفراد جماعة قسمي على إنجاز المهام الآتية، أتعاون مع أفراد جماعة قسمي على إنجاز المهام الآتية. التمييز بين عناصر الجمل الفعلية واحد والجمل الفعلية اثنان لتحديد العنصر المحذوف. إذن العنصر المحذوف عندنا هنا في الجدول هو الفاعل، الفاعل. لاحظ هنايا، هنايا عندنا الفاعل موجود، سجل الأستاذ، وضع العداء، أدرج المدرب، لكن هنا عندنا غير الفعل وليس وما عندناش الفاعل، الفاعل محذوف وعوض المفعول به بدل الفاعل اللي غنسميوه من بعد نائب الفاعل. إذن شكون هنا العنصر المحذوف؟ هو الفاعل. ثم تحديد عنصر الجمل الفعلية واحد، الذي حل بحل الفاعل وناب عنه في الجملة الفعلية. نعم قال لك تحديد عنصر الجمل الفعلية واحد، الذي حل محل الفاعل وناب عنه في الجمل الفعلية اثنان، اللي هو نعم كنسميه نائب الفاعل. نعم، بما نسمي الكلمة التي تنوب عن الفاعل المحذوف في الجملة الفعلية؟ نائب الفاعل. نعم، نحدد حركة نائب الفاعل، نعم يأتي
سجل أو سجل خالد مرفوع، وضعت الملابس مرفوع، أدرج الاسم، نعم مرفوع الحركة ديالو مرفوع. ثم الآن عندي استنتج، نائب الفاعل اسم مرفوع ينوب عن فاعل محذوف في الجملة الفعلية. إذن هو اسم، نائب الفاعل هو اسم مرفوع حل مكان الفاعل، نعم، ويأتي كيف؟ مرفوع، نعم. ثم أطبق عندي، أضع علامة في أمام الجملة المتضمنة لنائب الفاعل. كتب المدرب اللائحة، من كتب اللائحة؟ المدرب. هل هنا نائب الفاعل؟ لا، هنا الفعل والفاعل والمفعول به. كتبت اللائحة، نعم، من كتب اللائحة؟ ليس يعني محذوف، إذن هنا اللائحة هو نائب فاعل، إذن نديروا علامة هنا. كذا قلنا اللائحة مكتوبة، إذن هذه جملة اسمية وليس بجملة فعلية، اتفقنا؟ إذن الجملة الأولى هي جملة ما فيها فعل وفاعل ومفعول به، الجملة الثالثة فيها جملة اسمية، أما الجملة الصحيحة تتضمن لنائب الفاعل هي كتبت اللائحة. ثم نصحح هذا التمرين رفقة أصدقائنا عفوا في الفصل المدرسي. أشكركم على حسن المتابعة، وألقاكم إن شاء الله في المقطع اللاحق الذي سأجمع فيه مكون الإملاء ومكون الشكل والتطبيقات الكتابية. أشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء أحبائي.